السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 3/3/2020، البارحة كان يوم 2/3/2020، كنت بها البارحة في حي الحنانة والسعد للتبضع من مولات الحنانة والسعد والمحلات. فأثناء دخولي للحنانة وشرائي من مولات مقابل مسجد الحنانة ثم توجهي إلى مول الأبرار، مرورا بمنزل السيد محمد صادق الصدر اللي هو محل إقامة السيد مقتدى الصدر في الحنانة. أثناء مروري طبعا أنا ما جاي أصور، أنا جاي أتبضع زين بالدرجة الأولى. فأثناء مروري شفت واحد من الحماية اثنين واقفين أربعة ونادوا وقال جيب اللاسلكي خلي النادي جيب النداء. بعد وصولي إلى مول الأبرار ودخولي للتبضع وخروجي من المول أجرت تاكسي واني باب المول. فكانوا مجموعة واقفين من حماية السيد مقتدى. فأثناء صعودي بالسيارة بعد السيارة ما تحركت حوطوا السيارة قالوا لي أنت السايق أنت دعمت هسه واحد بحي الحسين. قال لهم الرجال أني ما داعم، أنا فهمت الفيلم انزلت. قال لي ليش تنزلي أنت كنت وياه؟ قلت له احترم نفسك أنا ما كنت وياه، أنا استوى طالع من باب المول وهالحركات مو علي. فردت اجر تاكسي ثاني وخليهم حتى افضح فيلمهم، اجر تاكسي ثاني منعوا التاكسي الثاني وجو توجهوا علي. انت تحجين على سيد مقتدى الصدر ليش هو سيد شاكيلكم؟ سيد ما يشتكي من البنات ولا يدز الزلم على بنات، هذا من محمد الصدر مو انتو. ف وما احس الا احد خوش الجنطه من متني خلعها، واحد سحني من حجابي وقع لي اياه، واحد سحل القم صلواتي خلع حتى الكلاو اللي بيها زين، ما احس الا ضربه اجتني على وجهي من هاي الاتجاه. انت تحكين على سيد؟ قلت له احترم نفسك انا احكي على فساد الحاشيه، وانت شنو؟ انت شنو؟ واحد اخذ العلاقه اللي ماتي مات التبوض قدروا يشون بيها مثل القروده بالشارع، جيبوا موبايلاتها جيبوا موبايلاتها اخذوا موبايلاتي. انا عفتهم بالشارع خليتهم على هوستهم وتوجهت باتجاه منزل سيد مقتدى الصدر اللي ما يبعد 300 متر عن مول الابرار. وانا بالشارع الناس كلها كانت واقفة وشافت هذا الموضوع، حكيت بعلو صوتي معير يا ابن محمد الصدر اذا تنضرب مرة ببابك، معير اذا حمايتك يتجاوزون. فطلع لي قاسم تشلوب متخاصر ايش اكو؟ قلت له اريد السيد اريد السيد، معير ابن محمد الصدر اذا بنات النجف تنضرب بباب محمد الصدر. وما احس الا هو اوعز الى سيارة جتي طبعا سيارة سايبة صفرة تاكسي، ما احس الا بطانية فوق راسي خلوني بالسيارة. واحد طبعا بعدنا احنا بباب سيد محمد الصدر باب سيد مقتدى الصدر بالحنانة، اسمع واحد يريد يصعد وياهم بالسيارة يقول لي اليوم نختصبك ونصور اغتصابك ونبدأ عن الفضائية شوفينا اليوم. فقالوا لا لا تصعد زين. اخذوني طبعا فروا السيارة رجعوني الى مقر حماية سيد مقتدى الصدر. طبعا فيك حتى انه سيارة خطفتها وراحت احنا ما ندري، فاكو واحد ما يدري وحماية السيد مقتدى واقفة تتفرج وبنيت نخطف بباب السيد، شوف المهزلة والغباء اللي عندهم. فراني دخلوني الى مقر حماية سيد مقتدى الصدر، طبعا حجابي مو على شعري. وهاي السيد مقتدى اللي ابوك سيد محمد صادق الصدر اللي يقول صاحب الفتوى الشهيرة المعروفة اللي يقول لو خرجت شعرة من شعر مسلمة كأنما قتل جد الإمام الحسين. سيد مقتدى هذا حجاب البارحة مو على راسي، حجاب البارحة كله وشعري كله تكشف البارحة عبابك. إذا تقبل بهذا المستوى انه يخلع حجابي ببابك واهدد بالاغتصاب ببابك، انا اطلب من عندك احتراما لآل رسول الله ولآل محمد الصدر واحتراما للسيد الشهيد محمد الصدر اطلب منك تنزع الاعمامه، احفظ كرامه ابوك بدل هاي المهازل اللي جاي يصير ببابك. طبعا اول فاعل من وصلوني طبعا المقر حمايه سيد مقتدى اللي بالحنانه، فتح اول واحد الباب كان سيد جليل النوري اطلع واخرى عنه اطلع رناه. قلت له اريد حجابي، جاب له خاوي بيني قلت له ما اطلع اريد حجابي، دورت حجابي لقيته واقع بالسياره حطيته على راسي وطلعت.
قلت له هاي مو مراجل من عندكم، هذه خناثية، خارج سوق الزلم الظاهر عندكم، الزلم الزينة عافتكم وتكترت وظلت بس المخانثة وياكم، هذا الاسلوب مالتكم مو علي يعني، انتو هنتو كرامتكم ما هنتوني يعني. الزلمة الزين شلون ينعرف؟ من يحترم المرأة؟ اما اللي يتحرش بالمرأة هذا يثبت انه تخلى عن رجولته وتخلى عن كرامته وتخلى عن حميته. انتو اللي تتباعون على السواتر حميتوا العراقيات وسيد مقتدى ابوه اللي يقول كأنما قتل جد الحسين إذا ظهر شعره من رأس المرأة، وأنا هسه تنزعون حجاب شعري باب سيد محمد الصدر؟ مصر ما نزعوا المصريين، المخابرات المصرية والأمن المصري لما اعتقلت في مصر على عبور الحدود الأراضي الفلسطينية ما نزعوني حجابي، احترموني، ما استخدموا هذا الأسلوب الهمجي اللي أنتم جاي تستخدمونه، تروحون فدوة للمصريين جماعة سيد مقتدى. المهم كنت قاعدني بكرفان يقول لي مسحيها بوجهي وانا اعتذر من عندي، ايش قلت له؟ لا تعتذر من عندي ولا امسحها بوجهك ولا اقبل اعتذارك، وهذول الولد ولدك. قال انا اليوم المسؤول الامني بالحنانه وباكر يوم الي ويوم الكاظم العيساوي، باكر كاظم العيساوي. قلت له خلاص انه ما يقدر زرزور يتحرك بالحنانه الا بامرك، وهذول اللي اجوا هم ولدك. اسلوب التعليم الفاشل هذا اسلوبكم انتم، في اسلوب الصياعه والعصابات والطياحات هذا اسلوبكم انتم. احملك المسؤوليه انت يا سيد جليل النور المرافق الخاص للسيد مقتدى والى مدير حمايه السيد مقتدى قاسم شلوب، وهي هاي رساله للسيد. خاف الجماعه مسوين رواحتهم انبياء يمه. قلت له اريد اقابل السيد، ليش خايفين؟ بعد اللي صار قال ايه انقل له الخبر. قلت له خلاص. المهم فتناقشنا، قلت له انا ما اقبل اعتذاركم نهائيا، انا هذا الاعتذار مالتكم ما اقبله، ما اقبله، انتم غلطانين من السمع القاع، ما اقبله. اذا انا صدريه في يوم ما جاي تستخدمون هذا الاسلوب وياي، يعني اكيد بنات العالم الثانيه هاي المتظاهرات الاخرى، بنات التيارات الثانيه المدنيه ايش جاي تسوون بيهن؟ جاي تاذوهن. الى اني باب محمد الصدر تهددون بالاغتصاب وتردون تغتصبون وتصوروا لي فيلم وتهددون ببث الفيلم. لعدش بقى من محمد الصدر سيد مقتدى، اذا تقبل بهذا الحكي انزع عمامتك، عمامتك انزعها احتراما لسيد محمد الصدر، وعذروه واغتصبوا وقتلوا وذبحوا واشتصلخوا اشتردون تسوون وتفسدون افسدوا بعد ما نحكي وياكم. بس هاي العمامة اذا ما محترميها انتم انزعوها، انزعها سيد مقتدى اذا هيك الحكي. اذا تقبل انت غيرتك وغيرة ابوك باب ابوك هيكي، انا هذا مو انا مو باب جليل النوري ولا باب ابو جليل النوري، هذا ببابك يا سيد مقتدى وبباب ابوك. اذا ما تحفظ كرامتك وكرامة ابوك فانزع العمامة. اذا تقبل بنات النجف تنزع حجاباتها بباب ابوك ينزعون حجاباتها، انزع العمامة يا سيد مقتدى. اذا تقبل بباب ابوك يهددون بنات النجف بنات العراق زين بالاغتصاب فانزع عمامتك يا سيد مقتدى الصدر. ماكو داعي تبقى معمم على شنو؟ شو المسيرة الدينية مالت ابوك ما كملتها؟ ولابسين عمامة وربعك كلهم حرامية وطقوا مليارات، واليوم يهددوننا بالاغتصاب وينزعونا حجاباتنا بباب ابوك باب الحنانة؟ انزع عمامتك على شنو انت بقيت معمم؟ طبعا قلتنا اجى الشخص اللي كان يهددني بالاغتصاب، طيب زين؟ صور لي مقطع. طبعا قاسم شلوب اجى مدير حماية السيد مقتدى وسيد جليل، رنا طناح ناخذك نوديك بسيارة ونريد نرد، تعالي قاسم شلوب تعالي نزلي بياني انه انت مو مختطفة. قلت له لا بالله. قال مو الدنيا احترقت. قلت له مزين الموبايلات عندكم مو عندي، الموبايلات عندكم بس ان الخبر طش بالعالم كليته بكل الدول، وين قاعدة عندكم وموبايلات عندكم؟ ما لحد تاني ابث اي شيء ولا احشي اي شيء زين، بس الدنيا احترقت والفضائيات احترقت والمواقع احترقت، فضحكم فضيحة. حماية سيد مقتدى الصدر اختطفوا الصحفية رنا عبد الحليم. سيد مقتدى ما اطلع من العراق، العراق الي
انت اللي بقتوا العراق، انت وحماياتك وحاشيتك انتوا اللي تطلعون من العراق. عوائلكم وين هسه؟ عائلتي انا هنا بالعراق، انا امشي بطولي بالعراق ما خاف. واسلوبكم هاي وتهديداتكم صدقوا ما يوم من الايام راح اخذها واطلب لجوء بيها، استشهد على ارض العراق ولا اطلع من هذا التراب الطاهر. ما اعطي لا لك ولا لغيرك. عراقي هذا، انا اولى الناس بي. انا اولى الناس بي، مستحيل اطل العراق لكم والعصاباتكم. استشهد على ارض بكرامه ولا اطلع. ولا اطلع واظل بالغربه ابكي عليه. هنا انا افدي بروحي. هذا عراقي. عراق ابوي ضحى عليه، اذا انتم ما محترمين دم ابوكم انا احترم دم ابوي الطاهر اللي نزف على ارض العراق.